كوني متأكدة إلا جربتي هذه الحلوة غادي تشكريني عليها. حلوة اقتصادية سهلة بنينة محرمشة وكتخرج كمية كثيرة. ما نطولش عليكم، نخليكم تشوفوا معايا المكونات ديالها، ولكن قبل ما كرهتش كلكم تحطوا لي التعليقات ديالكم، الرأي ديالكم في الوصفات اللي كنحط لكم، كذلك ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيوه. شكرا لكم بزاف على التعليقات اللي كتزيد تشجعني وكتزيد تحفزني انني نقدم لكم اكثر وصفات اللي كيكونوا في المتناول ديال الجميع واللي كيكونوا بنان في نفس الوقت. دابا نخليكم تشوفوا معايا الفيديو فرجة ممتعة. غادي نبداو على بركة الله بالمكونات، غادي نبداو على بركة الله بالمكونات ديال هاد الحلوة هادي اللي غادي نعبرها ليكم بكاس العنبة. هنا عندي كاس ديال السكر سنيدة مع كاس ديال الزيت، عندي كيس ديال الفلون، إلا عندكم هداك الفلون الصغير ممكن تستعملوه، وعندكم هاد الكبير ممكن تستعملوه، أنا عندي هاد الكبير غادي نستعملو. هاد الفلون ديال الكراميل. عندي 250 غرام ديال الزبدة ديال العلبة اللي كتكون بحرارة المطبخ، عندي بيضة وحدة، عبيسة الملحة، كيس ديال الفاني فيه 7 غرام ونص، وعندي 8 غرام ديال خميرة الحلويات. وغادي نحتاج دقيق، غادي نقول لكم بالضبط شحال هزات ليا من كاس ديال الدقيق. دابا غادي ندوزو على بركة الله في طريقة التحضير. هنا غادي ناخد الإناء اللي غنخدم فيه، غندير فيه الزبدة، غادي نزيد عليها عبيسة الملحة، كاس ديال السكر، غادي نقص من الكاس واحد شويه حيت عندي هنا هاد الفلون اصلا فيه السكر، يعني درت كاس لاروب ديال السكر سنيده باش ما تجينيش حلوه بزاف. غادي ندير كيس ديال الفاني، وغادي ندير هنا الفلون ديال الكراميل، غادي نخلط المكونات كلهم مع بعضياتهم مزيان. غادي نزيد كاس ديال الزيت، وغادي نزيد بيضة حتى هي تكون بحالة المطبخ، غادي نخلط كلشي مزيان. هانتوما البنات كيفاش كيولي الخليط ديالي، كيولي عليه هذا الشكل بحال شي كريمه. دابا غادي نبدا نزيد الدقيق، وغتبقى ليا خماره. صافي هادشي اللي بقى ليا. غادي نضيف الكاس الاول ديال الدقيق، صافي نحيد هادي حتى نخدم بايدي. الكاس الثاني غادي نضيف خمارة، هنا حطيت حدايا الكاس الثالث، دابا هذا الكاس الثالث، مازال غنزيد الكاس الرابع، ومن في الاخر نقول لكم بالضبط شحال هزات ليا ديال الدقيق. بالنسبة للدقيق تقريبا هزات ليا 5 الكيسان وربع، ممكن تهز لكم فقط 5 الكيسان، ممكن تهز لكم 5 الكيسان ونص، المهم على حساب الحجم ديال البيض والنوعية ديال الدقيق. المهم انا هزات ليا 5 الكيسان وربع اولا 5 الكيسان عامرين مزيان. صافي العجينة ديالي هاهي تجمعات، كيخصها تكون بحال هكا رطبة، متكونش قاصحة كتفرتت ودغيا كتشكلها. هانتوما شتو، صافي البنات من بعد ما جمعت الدنيا كامله خليت هكا هاد العجينه غير غطيتها بالبلاستيك. دابا غادي نبدا نشكل فيها، كناخد لاطين ندهنوها بالزيت اولا ندير ورق الزبده، وغادي ناخد هاد الراس هذا اللي بهذا الشكل، وغادي ندير كميه من العجينه، كنضغط كنبعد على وحده على اختها حيت وكندور. صافي وغادي نقطع، انا غادي نستمر بنفس العمليه، نكمل الكميه اللي عندي كامله. وبالنسبه لهنا غادي نجي غادي ندير واحد الطايبه هكا، صافي
صافي انا غادي نستمر بنفس العمليه، نكمل الكميه اللي عندي كامله ونرجع معكم ان شاء الله باش نقول لكم طريقه الطياب. هانتوما البنات الا بان لكم بحال هكا مشتت كتجمعوها شويه، وغادي ندير واحد الطايبه هكا الوسط صافي، وغادي نستمر بنفس العمليه كيف صبح ليا ذكرت لكم، نكمل الكميه اللي عندي كامله ونرجع معكم ان شاء الله. صافي البنات انا دابا عمرت اللاطه الاولى كيف كتشوفوا. بالنسبه للفران غادي نديرو يسخن درجه الحراره 150، غنشعل عليها فقط من التحت حتى كتبان ليا بدات كتشد راسها وبدات تحمر واحد شويه، نشعل عليها من الفوق تحمر غير واحد شويه ماشي بزاف، ونطفي عليها نخليها حتى كتبرد ونحيدها من اللاطه باش نرجع معكم ان شاء الله نوريكم طريقه التزيين ديالها. غير كملاحظه الا بانوا لكم بحال هكا واحد الجناب هكا مشتين كتجمعوهم صافي، والحليوه ديالنا راه كتجي زوينه بزاف. هانتوما الشكل ديالها كيفاش كتجي وهي خضراء صافي. دابا غادي ندخلها للفران ان شاء الله. صافي البنات ها هي الحلوه ديالنا من بعد ما طابت، كنخليها حتى كتبرد. هانتوما الشكل ديالها راه غير الكاميرا ما مبيناش، راه كتجي محمره هانتوما كتجي مقرمشه المهم. دابا انا باقا كنطيب فيها. اما بالنسبه للطريقه التزيين ديالها، هنا خديت الشوكولاط البيض ذوبته مع شويه ديال الزيت، كناخذ بحال هكا وحيده وغادي نعمر هذيك الحفاره. الا عندكم الكراميل كتجي الحليب مركز محلى كتجي افضل، ولكن انا ما عنديش درت غير الشوكولاط البيض صافي حتى هو تيجي زوين. وغادي نخليه يبرد، غادي نعمر هكا هذوك الحفيرات كاملين ونرجع معكم سامبل، ما فيهاش شي تعقيدات ما فيهاش شي تزيين اللي صعيب، مكونات كلهم تيكونوا متوفرين صافي. غادي نستمر بنفس الطريقه ونكمل لكم الشكل، نوريكم الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. صافي البنات هذه هي الحلوه ديالنا كيف كتشوفوا، هذا هو الشكل ديالها، كتجي شكلا زوينه ومذاقا حتى هي كتجي زوينه وكتخرج كميه كثيره بمكونات بسيط. كنتمنى ان هذه الوصفه هذه تنال اعجابكم. غادي نخليكم دابا حتى نطلعوا ان شاء الله فيديو جديد وصفات جداد باذن الله، نخليكم في امان الله.